في هذا الموجز الاستثنائي لتغطية الأحوال الجوية. يعني قالوا لي ما شاء الله عليك تجيدين 3 لغات هندية. إبني ماليالام تمسار كيلام. Which is mean. أنا والدتي هندية من كيرلا. إيه. فأتقن 3 لغات هندية اللي هي الهندي والتمل والماليالام اللي هي أول لغة تكلمتها. إحنا نشوف اللغات كلهم نفس الشيء. لا. 3 لغات مختلفة. زين هل واحدة منهم هي لغة أفلام بوليوود؟ ولا واحدة؟ لا واحدة منهم. إيه لأنه تصير مشكلة صراحة. واحدة منهم بس اللي أتقنها 200% ويمكن أكثر من العربي وأكثر من الإنجليزي هي الماليالام اللي هي لغة كيرلا. تختمين الحين بواحدة من هال3 لغات اللقاء كله؟ വളരെ അതേ സന്തോഷം ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നതിനെ കൊണ്ട് നന്ദി ഫോർ അബ്ദല്ല ആൻഡ് ഗാദ مشكوره وايد وبالضبط مثل ما قالت مريم.